نخطو قدما إلى السماء نحو جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمؤمنين الأتقياء. نتعثر أحيانا ببعض الذنوب والأخطاء، ثم نرنو للعلياء إلى نور الجنان ورضا الرحمن. في الجنة نلتقي. بودكاست مع فاطمة دغلس عبر شبكة أجيال. أصحاب القلوب الصادقة الساعية نحو مرضات الله وجنانه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مكارم الأخلاق صفة من صفات الأنبياء والصديقين والصالحين، بها تنال الدرجات وترفع المقامات. مفتاحنا اليوم للجنة حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الأجوفان، الفم والفرج. وحسن الخلق يدخل فيه أشياء كثيرة لخصتها عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. والرسول هو قدوتنا، وقد امتدحه تبارك وتعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون يا رسول الله؟ فقال: المتكبرون. أحبتنا، ما زال هنالك العديد من السبل نسلكها لتصل بنا إلى جنات الخلد. تابعونا في حلقة قادمة من برنامج من هنا نبدأ وفي الجنة نلتقي. أعدته وقدمته لكم فاطمة دغلس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.